لم تجف دماء هؤلاء من ذاكرة تعز، كما لم تغادر أذهان اليمنيين مجازر أكثر ترويعا وأشد دموية أحالت الضحايا إلى أرقام تثقل سنين الصراع الذي لم ينتهي. جرائم حرب متفشية تعنون اللجنة الوطنية التابعة للحكومة تقريرها الخاص بالتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان. إنها حقيقة متوقعة لحرب حصلت أكثر من 66 ألفا بين قتيل وجريح وفق تقارير سابقة. وخلال شهر مارس المنصرم رصدت اللجنة 354 حالة اعتداء من قبل ميليشيا الحوثي، بينها حالة قتل جماعي إضافة إلى ضحايا الألغام والتعذيب والإخفاء القسري للمعارضين. ووثقت اللجنة 23 حالة قتل بقذائف وصواريخ كاتيوشا في تعز وعدن والضالع ولحج، إضافة إلى 47 حالة قتل فردي و13 حالة قتل بالألغام لأربعين شخصا في كل من تعز ولحج وعدن وعمران، وأربع حالات قصف لمشافي تعز والضالع، وثمان حالات اعتداء على طواقم طبية في كل من عدن وصعدة وعمران. أما حالة التعذيب فرصدت اللجنة الوطنية 21 حالة أغلبها في ذمار وصنعاء. وفوق سياسة القتل اليومي المتأصلة في حرب الميليشيا، لم تغفل لجنة التحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان جرائم الحصار وقصف المستشفيات وتفجير المنازل ودور العبادة والإخفاء القسري والنهب المنظم لثروات الدولة وتجنيد الأطفال. ومع دخول الصراع عامه الثالث، أوصت اللجنة بإحالة ملف حقوق الإنسان إلى المجتمع الدولي للنظر في حجم ومستوى الانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها اليمنيون منذ الانقلاب على الدولة واجتياح المدن والمناطق بقوة السلاح. على الرغم من هذا النشاط الحقوقي المحلي، إلا أن اليمن وضحايا الانتهاكات في حاجة للجان دولية أيضا للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة وإحالة ملف حقوق الإنسان إلى العدالة الدولية كجزء من عملية السلام المرتقبة.